يز الهندي. هذا يز تونس يا بابا، سوقها هو ب 60,000 الصندوق. ها ب 60 وب 65. اي شاري على 60 مال شنو؟ مال بقداش؟ غالي الهندي. غالي يشوي ياسر. نقلوه نبيين ما خلوش لينا. بس هو يا ربي واحد يلقى نهار. في بالك فما حاجة كبيرة نخدموا برا. كيفاش هذي بالكيلو بالجيج وكيف؟ الجيج نبيعوه. كيما هذا 58,000 تو. ايوه الجيج ب 58 دينار. 58 دينار. ماهوش برشا 58 دينار. ماهوش برشا تيح كيلو أقل من 2000 فرنك. أقل من 2000 كي يوصل للوكال يوصل ب 4000 ولا 5000 فرنك. الفلاح يبيعوا ب 2000 فرنك. اللي يصور في نهار القشار قد اللي الفلاح يخدم معاهم كم. الدي ا بي كانت ب 27,000 ولا ب 45,000. فهمت كل شيء ولا مونيت كيف كيف فهمت شيء. الهندي هذا جديد توا يتنحى؟ يتنحى البارح. البارح يتنحى تبع اليوم. مازال فريش؟ مازال اي فشك. شنو هو مشاكل القطاع؟ احكي لنا مشاكل القطاع الهندي. ما ثماش حتى تدعي باش ثم تدعي من الدوله ولا ثم حاجه. ما ثم شيء. ما ثم حتى شيء. انا حتى شيء. قاعدين عاملين شيء شيء. فلاح قاسي واحد. كاو ياكل العسل الفلاح في كل شيء في القطاع الكل. سوى بطاطا سوى اللي تصور في مخ. حكايه فار. حكايه فار. فيه تكلفه كبيره ياسر. تقريب الهندي تقريب كيما قطاع القوارص. فيه تكلفه، فيه الغبار، فيه يلزمك تعطيه النيترات، تعطيه الكالسيوم، يعني تقريبا في نفس التكلفه نتاعو. العلفه نتاعو غاليه بطريقه غير عاديه، خاصه في المواد الكيماويه. للزيادة الأخيرة احنا نطالبوا من الحكومة الجديدة وزير الفلاحة الجديد في خاصة في المواد الكيماوية يتم فيها تراجع، خاصة الفلاح ماهوش قادر باش يشري المواد، يعني زادت بطريقة كبيرة ياسر. الافريقي احنا نحكوا على قطاع صحيح قطاع الهندي، ولكن المواد هذه تهم جميع القطاعات. يعني نطالبوا بتراجع التسعيره نتاع المواد الكيماوي. يا خويا شارقعونا الليبيه خويا خلونا خليل. معناها السلعه اللي هنا تمشي قاعده من هنا تمشي ليبيا، لازم نسكروها ليبيا دي. شوفوا لنا حل. ها؟ باش نخدموا الغله نتاعنا تمشي غادي عليها خويا. السيد هذا يحكي من منطلق نتاع غشاره، ما نحكي لك منطلق نتاع فلاح. هو بالنسبه للسوق الليبيه احنا ماذا بينا السوق الليبيه، خاطر السوق الليبيه تقبل المنطوش الفلاح تزيد السوم نتاع الهندي في صالح الفلاح. بالنسبه احنا السوق الليبيه خاصه في الفتره الاخيره كاتحاد فلاحين طالبنا في حل الحدود ما بين ليبيا، ونقولوا ان شاء الله ديما الحدود الليبيه تقعد محلوله باش المنتوج يزيد في السعر نتاعه. وهكا خاطر الهندي راهو فيه تكاليف بالنسبه للفلاح، تكاليف كبيره خاصه في المواد الكيماويه حقيقه اللي طلعت بطريقه غريبه اللي هي ب 820 دينار، زادت تقريبا في الطن 300 دينار حقيقه. معناتها زادت بالنسبه راهو احنا نطالبوا للحكومه الجديده خاصه في الغلاء نتاع المواد الكيماويه اللي بالنسبه للفلاح ولا يفوح بها حقيقه كأنه في الفلاح حل ولا يدعم بها. شكارت لامونيتر ب 40 و 45 دينار تو. راهو الهندي فيه تكلفه كبيره ياسر، ما نشوفوش ال 60 دينار و 70 دينار نشوفوها احنا ياسر. ما راي فيه تكلفه كبيره ياسر. هذا المنتوج ما شاء الله تشوفوا فيه 60 65 راهو فيه تكلفه على الفلاح. فيه اليد العاملة اللي احنا عندنا فيها مشكلة كبيرة ياسر. اليد العاملة 30 دينار توا وما نقاوش ما نقاوش ما نقاوش شكون ينحيه. نحب ان ناكد حاجة للهندي، راهو قطاع استراتيجي نطالبوا من الدولة باش تعطيه الأهمية نتاعها، خاصة اللي هو قطاع اجتماعي يخدم لنا على الأقل في 5000 من اليد العاملة اللي نخدموا منه. راهو ما جاش هيك، راهو الكاليبر اللي تشوف فيه هذايا ناس خدمت وعرقت فهمني باش وصلت المنتوج نتاعها. علاش الدولة ما تدعمش الفلاحة تعطيها أدوية وتعطيها برشا حوايج وتعطيها كذا باش تولي الكاليبر مليحة بها فهمتني؟ تعطيهم الفلوس وخي تدعمهم الدولة. خويا أنا كل يوم نعبي ب 10 ملايين هندي اليوم يوميا 8 7 8 مدة تدعموهم خويا خلي تولي سلعة بها وكاليبر بها. فلاحة زادة تعبة ثم شكون ما عندوش زاد. لما شكون زاد عنده تراي فهمتي ما يعلم به ربي. اخوي زيدوهم دعموهم اخوي. انت تعبي ب 10 ملايين وين تهز انت؟ نهز نفكتي لتونس كامله. فكتي اخوي في كل بلاصه نهز.
معناها زاده فهمني تدعموهم بشويه فلوس وتدعموهم دعمهم الدوله ما فيها بيز. نحن على ابواب فصل الشتاء ومازال الهندي اللي نعرفوه موجود في الصيف، شنو السر؟ الهندي هو هي حكمه ربي بالنسبه للمنتوج الهندي الاملس اللي هو تقريب موجود في البلوك ما بين الخرابشيه برج حفيظ المشروح البلوك هذا اللي فيه منتوج هذايا حتى في بقايا اخرى في نفس المنطقه ما السر ما يعرفه كان ربي ما عطاش الانتاج نتاعها بالكيفيه اللي الا في المنطقه نتاعنا هذه هي ما عادش هذه ينجموا امور علميه حكايه التربه ما نعرفش انا اما هو مناخ خاطر حاولوا تهزت المشله في بقايا اخرى وما جاش المنتوج ماهوش في نفس الكيفيه. انت احكي لنا شنو حكايه التربه حكايه كذا. انا قبل ما نحكي لكم على التربه نحب نحكي لكم فهمني على امور الفلاح. بالنسبة للأمور الفلاح عام السنة فهمني بالنسبة للمينا معناها الفوسفات واحد السنة رانا فهمني قعدنا مخصوصين ومغزرنا حتى واحد فهمني وهذه ما كما كان يحكي السيد منتوجنا المنتوج هذا اجتهاد خاص فهمني من عند الفلاح باش وصلوا هكاك معناها تعب فيه الماكسيموم خدمته صعيبة برشا ماهوش جاي بالسهل خدموه فهمني الناس تخدم فيه تعب يعلم بها كرم وعندنا فهمني الاكسبور سمعني عندنا تو الاكسبور عندنا فيه الاكسبور خرجوا فيه البر راهو فابني ثم اشكاليه فابني حتى في خلاص الفلاح الجماعه اللي ياخذوا في الاكسبور فابني يحبوا ياخذوا سلعه بالكريدي المنتوج يحضر يلزمه يتباع ما عندوش حتى حل الفلاح يوبليجي يولي فابني المزود ياخذوا منك يقول لك ما عنديش انا فلوس تو يحب فابني ياخذوا منك بالكريدي وتقع اشكال بالكريدي عندنا برشا عباد تو عندنا برشا عباد تو ما خلصتش في فلوسها فهمني يجي المزود ياخذوا بلاش فلوس وبعد كي ناخذوا نتبعوا فيها وسلعه تقول لك بيع سلعه تقول لك بيعني ولا طيشني مش مش نعمل واحد نبيعوها نضطروا باش نبيعوها وبعد كيف فهمني ناخذوا نتبعوا في الخلاصات ونتبعوا في الواحد برشا في اللحم ما خلصتش. انت احكي لنا الهندي لازم برشا رعايه باش يوصل هكا يلزم برشا رعايه حاجه معروفه معناتها يلزم الفوسفات يلزم الماء يلزم خدمه يلزم تصور حاجه فيها شوك معناها ناس تخدم معناها تصور شوك كله شوك ورغم ذاك كله ثم اجتهاد من الفلاح وكذا وقاعدين يخدموا. انا عشت جماعه اللي يعملوا في الاكسبور اسكي ما عندهمش راس مال هم باش يخدموا بيها فهمني ولا احتكار خاطر السلعه تقول لك بيعني ولا طيشني خاطر تحضر تتباع هذه معلومه نحب نفهمها انا من الناس المزودين الكل فهمني خلي يفهمونا علاش فهمني يخدم تو هو فورنيسير ويعمل اكسبور ما عندوش راس مال يخدم بيه تمع في الفلاح اللي فهمني يعلم به ربي كيفاش حاضر الصابه هذه وبعد كيف فهمني يقعد يستنى بفلوس واصفار وياخذهم بالمليون وبالزوز وبالمئة ألف حاجه مش لوجيك بكل فهمني يلزمنا فهمني هذه ننظروا لنا فيها. الفلاح تعب خدامه تعب خدامه ساعه لساعه يوصل يبيع سنته وما يلقاش باش يخلص الخدام. ما تعرفش خدامه انت تخدم الفلاح؟ انا فهمني وصلت نخدم في 15 امراه 20 امراه فهمني خلف الاولاد اللي يرسموا في السلع. فهمني ونخدم بالكدا بالكدا وانا ديجا فهمني خرجت حتى ايطاليا فهمني على حكايه تبادل الفكرات في حكايه الهندي هذا واول ما بدعت فهمني الهندي هو انا عملت له تيكيات وعرفت به هندي ريش ابو عرقوب مكتوب عليه يعرفوه مزودين الكل يعرفوه الاسم ويعرفوا الكاليتي هندي ريش ابو عرقوب قاعد يتصدر البر اليوم قاعد يتصدر البر فهمني وما نعرفش شنو هي فهمني الاشكال اللي قاع فهمني والشيء هذا احتكار صفوار شنو اللي صار فيه. احكي لنا على الهندي على الاجواء على والله هو قطاع صعيب شوية المنطقة هذه كلها منطقة فلاحية الأكثرية فلاحة هندي يعملوا سيزون يبقى يصرف فيها عام كامل فلاح فيها تكلفة فيها ياسر غبار ماء الضوء التسعيرة غالية يشرب الماء ياسر عندك الدي ار بي لامونيتر الخسيان هذاك يد عامله قويه خسيان احكي لنا خسيان هذايا النبته الاولانيه كي تخرج نطيحوها تاع جوان في ماي من ماي تبدا حتى لاخر جويليا ومن بعد تعاود تخرج الجينيراسيون الجديده اللي هي هذه هذه نلموها وشويه بشويه تبدا حسب من دوبي اكتوبر تقريبا ولا فان سبتمبر تبدا تهبط وتبدا حتى معناتها العام هذايا عادي ولا خاص هذا اللمسي ما فيش الشوك مش العربي هذاك اللمسي سبيسيال فيه دو كاليتي فيه الموف وفيه الاصفر فيه ديكور معناتها يزينوا به الطاوله وفيه برشا في ناس بالنسبه في ناس بالنسبه للطاوله نتاع نحن تو على ابواب الشتاء والسوق مازال ينشط وقتاش يبدا وقتاش يكمل السوق يبدا نصف سبتمبر حتى ينجم يوصل لفيفري اما تنقص الكميه برشا فيفري
ويبقى حتى المارس، حتى تخرج جينيراسيون جديدة تبدأ موجود الكعبات، أما سي تري رار وتتباع غالية برشا وقتها، خاطر حاجة فين مش في 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 وقتها. خمسة شهور يعني هندي بو عرقوب هذا؟ أي يبقى خمسة شهور، أما يبدأ الكونتيتي كبيرة يبدأ ينقص، هذا الإنتاج الكبير يبدأ شهرين، بعد ينقص ياسر ياسر. قاعد يتصدر قاعد؟ أي قاعد ياخذ المتصدرين، يصدروا للخليج، يصدروا لأوروبا، يصدروا ليبيا، يصدروا فما ما ناقصة شوية، لو كانت تكون أكثر دعم الدولة وربما في النقل عندهم صعوبات كانوا ينجموا معناتها يشجعوا الفلاح أكثر والإنتاج ما يبقاش، خاطر دائما السلعة ما تصبرش، هي تشبه لكعبة الطماطم ما تصبرش، يلزمها الاستهلاك في أقرب وقت ويلزمها في فريجو في معناتها للتبريد. السوق حسب ما نشوفه عشوائي يعني، ما البلدية عشوائي مش مخصص لكم يعني السوق هذا، سوق فلاحية معناتها عبارة على بطحة، الناس كل تجي غاديك معروفة وكهو طالبوا بسوق اليوم. والله يا حب ذاك لو كان يتنظم أكثر شوية، يا حب ذا من الأحسن ربما، خاصة على سيركيلاسيون جاي على كياس، فما تعطيل حركة المرور شوية، ممكن يلقاو بقعة ممكن تكون أحسن للفلاح وأحسن للتجار. حتى فما ناس قاعد تسأل ما يعرفوش البقعة فين، يبقوا يسألوا وين منين نجم جي، كي تبدأ معروفة ربما الناس كل جي من برشا بلايس. أنا عندي اتصالات برشا هبطها معناتها للإعلام، حصلوا تليفونات خلقتني برشا، وين البقعة وين البقعة، ربما تشجع التجار والمستهلكين يجيوا للبقعة. اللي حاب ياخذوا هندي بو عرقوب شنو تحب تقول لهم انت تو؟ هذا يتسمى منطقة الخرابشية، معتمدية بو عرقوب، ولاية نابل، هذه البقعة الرئيسية نتاع السنترال نتاع الهندي بخلاف بعض المواد في الحاجات الفلاحية الأخرى. تمتاز بالهندي كهو ولا شنو تمتاز؟ الهندي هو هو أول حاجة، أول قطاع موجود هنا، ومع شوية معناتها قوارص. تو جماعة الإكسبور منا نلوموا عليهم، منا نجموا فابني نعذروا. تو ما صبتش الفلوس نتاع الإكسبور، والكيلو كان فابني ب 4000، تو ولا فابني براسك الدوبل. فهمني عندهم الحق، ما عادش فهمني يخرجوا، ما شدت لهم فلوسهم فهمني، ما عادش يخرجوا، ما عادش متشجعوا باش يخرجونا الهندي فهمني ويقبلوا علينا الهندي، وهو فهمني اكثر حاجه فهمني تخرج فهمني تصدير لبرا. كيلو ترانسبور ب 4800، كيلو كيما قالك ترانسبور ب 4800 فهمني، وما يرجعوا لهمش فلوسهم، زاد عندهم اشكاليه، زاد لازم ينظروا لهم باش الناس الكل، خاطر شنو هي حلقه، الناس الكل نتعاملوا مع بعضنا، لازم ينظروا لهم فهمني باش الناس الكل نجموا نخرجوا سلعتنا ونجموا نزودوا السلعه نتاعنا.